سوفيا بقري صاحب 7 دقائق 56 ثانية. وأنا الذي شوفوا كيف هي العدو بالنسبة لعدد الكيلين للقوم التخليجي حبيبي، لأن الحاجز أمامي والمرتبية تتجاوز الآن. فالكرم المغربية الذهبية الرائعة التي تسير بسفيان، سفيان يسير نحو خط النهاية، الميدالية الذهبية المغربية إن شاء الله. سفيان 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 البقري البطل الأولمبي والعالمي يفعل ميدالية ذهبية في بودابست، ميدالية ذهبية مغربية بأقدام المغربية يفعل للمرة الثانية. سفيان البقري يتوج بالذهب، يتوج بالذهب في مشاركة تاريخية. نعم البطل المغربي العربي العالمي سفيان البقري في بودابست يفعل في 8 دقائق 53 جزءا من الثانية. يعني مشوار رائع جدا. جيرما في المركز الثاني 8 دقائق 45 ثانية، وكيبور في المركز الثالث 8 دقائق 11 ثانية 98 جزء من الثانية. يفعلها هذا البطل المغربي من الموروكو سفيان البقالي الذي يتمكن من تحقيق هذا الإنجاز المهم. نعم ميدالية ذهبية مغربية، هنيئا هنيئا سفيان. السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدين الكرام في فيديو جديد. سفيان البقالي بطل نهائي 3000 متر موانع في بطولة العالم بودابست 2023. سفيان البقالي يمنح الذهب للمغرب بعد تتويجه بطلا للعالم في سباق 3000 متر في بودابست. فاز العداء المغربي سفيان البقالي قبل قليل في بطولة العالم لألعاب القوى ببودابست، حيث تفوق على نظيره الإثيوبي لاميشا جيرما في السباق النهائي لثلاثة آلاف متر موانع. وتمكن سفيان البقالي من مقاومة المنافسة الكينية والإثيوبية بقيادة خصمه لاميشا جيرما، حيث قطع مسافة السباق في زمن قدره 8 دقائق و3 ثوان و53 جزءا من المئة. إذا أعجبكم محتوى هذا الفيديو لا تبخلوا علينا بإعجاباتكم وتعليقاتكم المشجعة، ولا تنسوا متابعة قناتنا لمزيد من الأخبار الرياضية. يمكنكم في أي وقت اقتراح مواضيع ترغبون مشاهدتها على القناة. شكرا لكم وإلى فيديو قادم إن شاء الله.